انا بقى حد بقى من اللي موجودين يقول لي ايه عايزين ندي الناس مش عارف 100 جنيه ولا 150 جنيه، لا انا ادي كده. ادي ايه يا فندم؟ بالشكل ده. بالشكل ده كان موضوع ان احنا الفكره اللي موجوده عند، لا مش هتنفع. عمر البلد ما بتطلع كده، البلد بتطلع بالشغل والعمل والجهد والتخطيط والمتابعه الدقيقه والاصرار والعناد كده يعني. ما حدش هيعيا من ما تخافوش، ما حدش هيعيا من الجديه ومن الهم، لان ربنا هيحميك. ربنا ايه؟ لانك انت مهموم بمين يا دكتور مصطفى؟ مهموم بالناس. فبقى اللي يهتم بالناس ربنا ما يحموش؟ ها يحميه ويحافظ عليه ويقويه. ازاي؟ طول ما انت بتجري على الناس ربنا بيساعدك.